المسائل الثلاثة. دي ترى المسألة الأولى أن لا بد أن نفرد الله سبحانه وتعالى بتوحيد الربوبية وبالأسماء والصفات. هذه الأولى. في الله سبحانه وتعالى ينصح هردمه وهانس المسألة الثانية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة لا يعبد إلا الله. في الله سبحانه وتعالى تلبسه هو تلبي تلبت ملتتر الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد كائنا من كان نبي ولي جني صالح ملك الله سبحانه وتعالى بلي كيف نعيد وهن هنا كيف نعيد ما تنون بلي سات وبسام مهان يهانس عبادة وموتة دفارة انجلر أو اللي بروفيتر الاندر اندر نعم المسألة الثالثة ما كيف يعتقد المسلم عن غير الدين الإسلامي

Og med dette så, så frigjør han seg selv fra å delta i dems høytider, eller kle seg som dem, eller gjøre som dem. Men med alt dette, etter at det er sagt, så تافي فار بافتالنا في هامدم يعني لا يمكن ان اتعرض لهم بالقتل او بالسب او باخذ الاموال سو ذا كيس ذا كيس اونت فيسكا دريب ادم ال اس تي ال دم ال اس ناكس ندعوهم الى الله في تلك الرمتي الله نحب لهم الخير وهو الدخول في الدين الاسلامي في انس كدم ال جوت او ادم انتر اسلام نخاف عليهم من النار او في فريكت ال نابد ان ننصح لهم ونكون صادقين واضحين معهم والله اعلم Og vi må, vi må ville dem godt og råde dem og tilkalle dem til islam.